والآن نتحول معكم لمتابعة أهم وأبرز الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. الأنباء الاقتصادية لدى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إيمان منصور، شكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول عائمات خدمات تموين السفن في منطقة انتظار في ميناء بورسعيد، وذلك للبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول خدمة تموين السفن لحيز التنفيذ خلال أيام، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، وأن تصبح مركزا رائدا لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن في سنغافورة والفجيرة وروتردام. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كلمتسدال توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، وذلك بين شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات أنربيك وشركة ساكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء. يهدف هذا المشروع الجديد لإنتاج 40,000 طن سنويا من الميثانول الأخضر، يمكن زيادتها حتى 200,000 طن، وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر، بما يفتح آفاقا جديدة تصديرية لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء. سلم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرخصة الأولى في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لإحدى الشركات العالمية والتي تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد. أكد وزير البترول على أن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي، وهي خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق منها في هذا الإطار. إلى البورصة المصرية، وفيها سجلت المؤشرات ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ب6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,134 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 17,270 نقطة، مرتفعا بما نسبته 57% ليصل مستوى إلى 17,369 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 متساوي الأوزان النسبية عند 3,061 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3,097 نقطة. كما فتح مؤشر AGX 100 متساوي الأوزان عند 4,641 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4,695 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض مقتفي أثر البورصات العالمية بعدما أظهر تقرير لهبوط معنويات المستهلكين الأمريكيين في مايو لأدنى مستوى في 6 أشهر، معززا المشاعر السلبية تجاه محادثات سقف الدين العام بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا وانخفض المؤشر السعودي 4%، بينما تراجع المؤشر القطري 7%. أما في الكويت فتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 74%، في حين صعد المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 22%. أصبحت أنغولا
أكبر منتج للنفط في إفريقيا خلال شهر إبريل، متخطية بذلك نيجيريا والتي تراجع فيها الإنتاج إلى مستويات منخفضة. أظهر تقرير سوق النفط الشهري الصادر في إبريل عن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن أنغولا سجلت 1.6 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام في إبريل الماضي، بينما انخفض إنتاج النفط النيجيري بنسبة 23%، ذلك على أساس شهري ليصل إلى 999 ألف برميل يومياً.